Tanah-tanah ini, pertanian. نجي مرة واحدة نشوف السيارات هنا. بورش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا جميع، أسعد الله أوقات كل خير وصباح جميل ومساء أيضا جميل لكل المتابعين الغالين حسب التوقيت اللي أنت فيها. طبعا صباح جميل لهذا اليوم أنه في الباحة، شيء عظيم يا جماعة الخير، والله إني نمنا كأني في بنشك، سبحان الله نمنا بدون كيف صلاة على النبي صلى الله تبارك الله، لكن ما لحقت الجو المناسب كذا طلعت الشمس وشوي. سلامات باقي تمان سموا دي سلوره دنيا سيد مكاسي سموا سيابا ننتون. sekarang sudah pagi di Al-Bahar ini ya. Kalau kira waktu ini tiap-tiap kali sudah udara dingin, maksud saya jadi tidak ada matahari. Nasib saya juga hari ini jadi matahari ada ya. Kita lihat. Tapi guys, udara dingin ya. Saya tidur di kemarin itu jadi tidak pakai AC, tidak pakai kipas. Itu dingin ya, Masya Allah. Oke, ini di belakang rumah teman saya. Di bahar kayak gini guys. Rumah tua-tua kayak gini ya. Banyak ini dibikin sendiri dari batu. Bikin sendiri ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan tanah pertanian. Ini pasar mazra. Tempat sayur-sayur kayak gini ya. Masya Allah. هلا حبايبي، زي ما انتم شايفين اليوم حنا يوم الجمعة، معظم المارش مقفل يا جماعة الخير، والله دقينا ماشيين ندور بقالر ونشتري شيء ما كلهم مقفلين، فالوضع هادي كمان، الحمد لله حصلنا مركز هنا. طبعا حنا بنقضي الآن نواشف وفطور وشاي ونظبط أمورنا إن شاء الله في الجلسة. معايا ابو احمد وصالح دماش بنقضي الان. هذه بس تصبيره، فطور كذا تصبيره ايه؟ لين ما يجيك الشغل الثقيل على بعد الظهر. الله اكبر ايه؟ يا سلام يا سلام، يعني دشرتنا ان شاء الله بعد الجمعه باذن الله. قشطه. jadi sekarang ini kita mau beli sarapan aja guys. يلا فطور فطور سرابان سرابان. ما شاء الله تبارك الله. هني بصارة حلاوة ماني سني. هني فول. هني بيكين تلور. ما شاء الله. هذا 8 كمان. لأن شايف وش ما صار. هذا شايف يلا نحط 9 كمان. يلا حبايبي الغالين، الان بنبدا الرايد الساعة 1:30. لما بوت الرايد كمان دي باحة، متهري منس يا تبي ودرا دينين. يلا حبايبي الغالين توكلنا على الله ونشوف مين المشاركين معنا اليوم. كابتن صالح دماش.
المحطة لابد نعمل نفسنا من البنزين. هلا حبايبي وصلنا الان منتزه الخلف. اني جايز منتزه اوتوري زاد الخلف تليات جايز ما شاء الله تبارك الله. السيارات هنا بورش ما شاء الله. كلها بورش جايز جروب بورش ما شاء الله. هاك يا حبايبي الغالي الان دخلنا المنتزه ما شاء الله تبارك الله شيء جميل جدا. اني جايز ريزورت اتو منتزه بس عرب اني الخلب ها ما شاء الله تبارك الله. Bisa santai-santai ke siapa mau santai di sini. Sini kalau udara dingin, udara hujan atau awan mantap juga. Di sini bisa duduk juga. Okay guys, kita lihat sekarang ini tempat yang mantap. Subhanallah. Bisa santai-santai di sini ya. Santai-santai jemaah terakhir ini takdir teriyah out, stakinu, adun dinosi. MashaAllah, tuarikallah. Assalam. Tanah-tanah ini pertanian. Sebab kita lihat sana guys rumah-rumah di gunung ya. Mantap ya. Ini tergada usia jemaah terkhair makan siang ya. Nasi. ماشاء الله تبارك الله. لحظات توفيق بس يا شباب. مو وقتك. والله ما قطع عمر. هيك تليات يا ولا مسك سوري ران رامي لاقيها. اوكي جايز كان كده نايك على اتاس يا. تليات على اتاس ما شاء الله. ايوه نايك ليات. خلينا ندخل نشوف ايش بالداخل. ما شاء الله تبارك الله. نبدأ من تحت ولا؟ ما شاء الله. برجر. هنا هذا برجر يا. برجر كيف تبع سعرك؟ الله.
صورت وايد. خلنا ناخذ لقطه كتابه. هذه كلها جلسات يعني تبقى دودوك جايزة. هذه جلسات هنا اللي هذا تنقى كل ورقة بس دودوك في دالام. في أحد من صور جو نخش نصور من جوا. Ini ya. Jadi kita datang santai-santai dengan keluarga di buah kaf ni. Mana? Jom kita naik ke atas lagi ya. محمد السلام عليكم. في بروده صح ولا مره بروده؟ مكان جدا رائع. ايوه جدا رائع، حتى لما تعال تحت الجبل او داخل الكهف يعني فيكون فيها بروده. هذا دينين جايز دي بوه. يلا طلعنا فوق. تلاحظ جايز جديد دي بوه هنا. ada برجر كاف تنكا دوا، ada بازار تنكا تيجا، كافيه حور يا atas. ayo kita naik sekarang. طلعنا. Semua sama kayak di bawah guys. Tas. Selamat. ما شاء الله تبارك الله. سيني كافيه حرقة مرهقة جدا 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 جدا. Jadi kalau udara bagus, mantap guys. Tapi dinginnya sekarang. Yalah habaib al-ghaliin, khayna waqif vlog hada. InsyaAllah ikun ajawakum al-muntazah. Wa nikammil ahlatna di vlog thani. La tinsunin nadda'an, ikhwana. Hattu like, ishtirak, kul shay. Wa inshuruha al-ahbabkum. Hattikum al-afiyah. Saya terima kasih teman semua. Vlog ini sudah cukup ya. Kita ketemu di vlog lain, continue atau bersambung dengan tempat Al-Baha di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.